وطبعا النماذج دي اغلبها انا اخذتها من البرنامج اللي عملوه في تأبين الهالك محمود محمد طه. عملوه قريب قبل اسبوع اظن. طيب كده شغلنا المقطع الاول. لكن استاذ محمود ما جاي يكلم الناس بالايه المدنيه والمكيه. جاي يقول انه الايه المكيه اصل لانها بتدعو للحريه ولانها بتدعو للمساواه ولانها بتدعو لحريه الاعتقاد. والايه اللي نزلت في المدينه فرع لانها بالصادر حق الحي وبالصادر حق الحريه. دقيقه سامعين الكلام ده؟ اولا التفريق بين القرآن المكي والمدني من حيث الحكم ده كلام جابه الجمهوري محمود محمد طه، وكلامه اللي قاله ده كفر بالله ما فيه نقاش. كونك تقول لي الآية المدنية بتصادر حق الحرية وقال بتصادر حق الحياة، تصادر حق الحياة وحق الحرية. الصادر حق الحياة منه؟ يعني ربنا. ما الآية المدنية دي كلام الله، يعني ربنا صادر حق الحياة. هو الحياة جابها منه أصلا؟ ومنه الأحيانا؟ الله الذي خلقكم، الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم. هو اصلا الاحيانا منو؟ احيانا ربنا. معقول يا اخواننا اللي احيانا ما يكون عنده الحق انه يميتنا ويبقى الحق عنده؟ ابصل هذا يبقى الحق عنده وما عند ربنا اللي خلقنا؟ يقول بصادر حق الحياه. هو الحق ده اللي اداك منو انت ذاته؟ انت اللي خلقك منو اصلا؟ الأحياك منو انت عشان تجي تتحكم انت يا القرايه بصلعه ده؟ تتحكم انت في ربنا الخلقك وخلق الكون كله؟ ها ده كلام شنو ده يا اخوانا؟ شوف بعدين كده واصل دين المقطع. فاذا كان في انسان داير ناقص كلام الاستاذ محمود من ناحيه علميه يقول ان القران ده والله يقول له زي بعضه، ما في واحد افضل من ما في واحد احسن من الثاني. القران فيه حسن واحسن، القران كله حسن لكن بعضه احسن من بعض. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال سيد اي القران ايه الكرسي، وقال ان لكل شيء قلب وقلب القران ياسين وياسين لها قلب. طيب كده دقيقه واحده 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 دقيقه. قال القران فيه حسن واحسن، أنا بخليه لما يتم تاني عنده استدلال بآية لما يتم. نمشي واحدة واحدة. قال ياسين قلب القرآن، والقرآن عنده قلب، ده حديث وحديث موضوع، حديث موضوع دار تعرض بآية. طيب بعدين كويس كده جيب كلام عن آية الكرسي. فالقرآن المكي أفضل من القرآن المدني وأحسن منه. دقيقة القرآن المكي قال شنو؟ أفضل وشنو؟ وأحسن. حاجيك راجع لدي وينو دليلة؟ أنت فرقت بين القرآن المكي والمدني من حيث الحكم. طيب وين الدليل من القرآن المكي أو المدني إنه القرآن المكي أفضل من المدني؟ أتحداك أنت ومحمود محمد طه واسماء محمود محمد طه القاعده وقالت دايره مناظره مع شيخ مزمل، كلكم اتحداكم ادوني ايه واحده من القران المكي بتقول انه القران المكي افضل من المدني. جيب ما بتلقى يا اخي، القران ذاتك ما عارفه. ها ادينا زياده من القران المدني واحسن منه. والله قال واتبعوا ان احسن ما انزل اليكم من ربكم من قبل ان ياتيكم العذاب بغتة وانتم لا تشعرون. طيب بلا شوف جهالة الزول ده. ها؟ هاي دي جاية. قال واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. طبعا هو براو كده. قال إنه الأحسن ده يا دوفيون.
ده المكي. وبعد ذاك براهم قال واتبعوا احسن ما انزل اليكم، يعني احسن ما انزل اليكم يا طفيون. ها المكي هذا بخلي المدني بالله بالله. الآية دي عشان تفهمها، دي الآية 55 من سورة الزمر، 55 من سورة الزمر. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. أرجع للآية قبالة بتفسرها من نفس الصورة 23 من سورة الزمر. ربنا قال الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. كتابا دياتو المكي ولا المدني؟ كله. واتبعوا احسن ما انزل اليكم، احسن ما انزل الينا ده شنو؟ ده الكتاب. ها ربنا قال احسن ما انزل اليكم من ربكم. الله نزل احسن الحديث كتابا، ده اسمه بدل، لكن انت بتعرف البدل الله يبدل خلقتك دي، ده في اللغه العربيه اسمه بدل. ها أحسن ما أنزل إليكم هو شنو؟ ده البدل البعدية ده، كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ده القرآن كله، ما في حاجة اسمها الأحسن بتاع مكة ولا الحسن ده بتاع المدينة، ما في كلام زي ده. بعدين الغريبة استدل على إنه في أفضل في القرآن، في أفضل من بعض وأحسن من بعض بسورة ياسين، وقال ياسين قلب القرآن، وده ما في ياسين دي ما عنده أي فضل خاص زيها وزي باقي الصور. الإمام النووي قال لم يثبت في فضل ياسين شيء، والحديث جابه ده موضوع زيه ذاته. نمرة اثنين استدل بآية الكرسي، وآية الكرسي مدنية، أظن ما فاهم ذاته المكي من المدني. قال آية الكرسي هي سيدة القرآن. بعدين الحديث اللي استدل به ذاته ضعيف، هي آية الكرسي أفضل آية في القرآن ده ثابت، لكن بالمناسبة الحديث الضعيف اللي استدل به هو ما جابه كله، مجرم ما جابه كله كويس. الحديث أصلا سيد القرآن البقرة، لأنه هو داير يقول لك شنو؟ يقول لك لا لا في آيات كده بتكون جوا الصورة المدنية لكن هي مكية. لا اقرا الحديث الضعيف اللي جبته ده، اقرا كله. سيد القرآن البقرة، البقرة مدنية ولا ما مدنية؟ مدنية. والله النازل المدنية في الدين ما دارينها، والمدنية في الدنيا دارينها، المدنية دارينها في الدنيا ما نجحت، والمدنية اللي ما دارينها في الدين هي الناجحة، عشان تعرفوا انهم مصمطين هم ذاته. سورة البقرة مدنية، والحديث جبته انت سيد القرآن البقرة، وسيدة سورة البقرة آية الكرسي كويس. وده ما جايب خبر ذاته، ده نموذج أول للناس جايبينهم يحاربوا الدين. يا أخي جيبوا لكم الناس النافعين، ده ما عندهم حاجة. المؤتمر حاجة عندهم مقفلينه، الباب قافلينه بالطبلة عشان ما في زول يخش، والأمله وجمهوريات قعدات معاه كل ما يقول كلمه يسوي لي براسي كده. اي وشنو؟ وده فاهم حاجه؟